خط الجد اليمن. وهتقولوا لي هو انت كل اسبوع ما يعني امبارح والاسبوع اللي فات والنهارده؟ اه طبعا اليمن. اليمن لان في حرب شوارع في اليمن. اليمن علشان في وفقا للانباء اللي موجوده النهارده تحركات وسيطره من الحوثيين على بعض المناطق وتعرض المدنيين في اليمن ل هجمات وضربات موحشة من الحوثيين، رغم أن قوات التحالف ما زالت بتواجه ضربات قوية للحوثيين وقدرت أن هي تقطع وسائل الاتصال والإمداد ما بين عناصر الحوثيين بعضهم وبعض. لكن إيران، وأنا قلت لحضراتكم أول ما الأزمة دي بدأت، أزمة اليمن، أن مدى تدخل إيران في المسألة هيبقى عامل حاسم في المعادلة. لو إيران تدخلت بشكل كبير جدا يبقى امد هذه الحرب سيستمر طويلا. طبعا الحرب الدبلوماسيه ما بين ايران والسعوديه وصلت لمداها بقى، يعني خلاص وصفوها بان هي تعبيرات النهارده الحقيقه هجوميه جدا. يعني لما تقروا الاخبار اللي منشوره في هذه المساله، لا في موقف إيراني تصعيدي ضد السعودية بشكل كبير جدا، وبيحملها مسؤولية ما سموه بالمذبحة الجماعية. ده تعبير اللي اتقال في إيران، المذبحة الجماعية التي تتم في اليمن. إيران مش هتسيب المسألة على ما يبدو. يعني البعض كان طبعا النهارده في تصريح لجون كيري وزير خارجية الأمريكي قال لك لن نترك إيران تقدم هذا الدعم للحوثيين. إيه بقى؟ الجملة الثانية بقى، لن تترك إيران، فهتعمل إيه؟ هتدعم التحالف العربي بشكل قوي جدا علشان نجاح هذه العملية العسكرية للحد من سيطرة إيران وتدخلها في اليمن، ولا هتعمل إيه؟ خلونا نشوف تطورات الأحداث في اليمن. يقولون أن الحرب هي أعلى درجات السياسة، لذا لم يكن غريباً ألا تقتصر الحرب في اليمن على طرفي الصراع، فما بين الحوثيين وأنصار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي تكمن أدوار لدول أخرى ألقت بظلالها على الأحداث وساهمت في استمرار الحرب على الساحة اليمنية. إنه الدور الإيراني الساعي للسيطرة على الشرق الأوسط. بدأت طهران التأثير في اليمن بعد الوحدة اليمنية وهروب حسين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين ووالده بدر الدين إلى طهران ثم لبنان بعد حرب 94، إلا أن الخبراء يرون أن التدخل الإيراني الفعلي في الشأن اليمني بدأ مع الحروب الستة التي خاضها الحوثيين ضد نظام علي عبد الله صالح منذ عام 2004 إلى عام 2010، حيث قدمت طهران الدعم لجماعات الحوثيين من خلال تهريب الأسلحة لهم وزرع خلايا تجسس وتدريب المسلحين في اليمن وتمويلهم. وعقب تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكم في فبراير 2012، أطلقت إيران 3 قنوات يمنية ونشرت ما يقرب من 10 صحف ومولت إصدار 2 يوميتين بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية، واستطاعت السيطرة على 30 قيادياً برلمانياً وسياسية من مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية غير الحوثيين لتنسيق أنشطة ما يطلق عليه حركة إنهاء الوصاية الخارجية على اليمن. والآن يطوف الشبح الإيراني على الحرب الدائرة حالياً في اليمن سعياً لتحقيق أهدافها. ما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقول إن واشنطن تعلم بوجود دعم إيراني متواصل لجماعة الحوثيين داخل اليمن وإن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه السياسات الإيرانية في المنطقة، في ظل إصرار طهران على تأجيج الصراع في صعدة واعتبار المرشد الأعلى لإيران أن جماعة الحوثي في اليمن هي نسخة مشابهة من حزب الله في لبنان، وإرسال إيران 2 حربيتين إلى مضيق باب المندب بحجة حماية المسارات البحرية للسفن. غير أن طهران تسعى دائما للتأكيد على عدم تدخلها في شؤون الدول وسعيها لوقف الصراع الدائر في اليمن واختيار المفاوضات والحل السلمي لإنهاء الأزمة، خاصة بعد اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لها بتقديم الدعم للحوثيين الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة من اليمن، ما أجبر تقدمهم نحو عدن الرئيس عبد ربه منصور هادي على مغادرة البلاد. وما بين اتهامات ونفي
يبقى حلم السيطرة على كنز المنطقة العربية هدف تسعى إليه ليست إيران وحدها، بل آخرون ممن أظهروا المحبة والتضامن لإخفاء مساعي السيطرة. داليا علي، كلام تاني. حتى الآن على ما يبدو المشهد في اليمن ما فيش فيه كلام تاني، في استمرار للعمليات العسكرية اللي بيقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية، في استمرار للعمليات اللي بيقوم بها الحوثيين وميليشيات علي عبد الله صالح، في سيطرة من إيران على الحوثيين ودعمهم بشكل كبير جدا، في وقوف للولايات المتحدة الأمريكية عبر عنه وزير الخارجية بأنهم فقط يعلمون وأنهم لن يتركوا أو يقفوا مكتوف الأيدي. بعد مكتوف الأيدي إيه اللي هيحصل؟ هيبان. إلى الآن ما تقلش الكلام التاني في اليمن، وهو المتعلق بمتى سيتم إيقاف العمليات العسكرية وبدء حوار سياسي ما بين كافة الفصائل اليمنية. هو ده الكلام اللي احنا مستنيينه، وهو